خليه يفوت. صباح السعادة، صباح الخير، صباح الصحة والعافية يا سيدي. قرب يا حاج عطوي. وين صار هذا اللعين حسام الدين بحفر البير؟ طال عمرك عم بيحفر من طلعة الضوء. روح شق اللي عليه. حاضر سيدي. حاج عطوي، البير لازم يخلص حفر اليوم. خليه نشط حاله أحسن ما فسخ جلده. يعطيك العافية يا حسام. الله يعافيك يا حاج عطوي. لوين وصلت؟ شوفت عينك هاي المي بلشت تطلع. اعمل لك همة مشان الله. عم حزرك الاغا عينه حمرة. ها صفيانة هالصخرة معصجة شوي معي. ما في صخرة قد ما كبرت الا بالقوة بتفتت. قول يا رب. ايه يا رب. شهل بحفر البير كان يتجوز بنهاية الأسبوع. الله يكون بعون أهله. ناس فقرة مو لاقين اللقمة. الله معك. في شي يا حاج عطوي؟ لا لا ما في شي. كتر خيرك. صرف.
وكلهم بجنازة؟ أهل الضيعة كلهم طالعين وحاملين مشاعل بيديهم. بدران نبي على الحراس يفتحوا عيونهم ويديروا بالهم منيح ليقوموا يتسببوا بشي حريقة. تفضل سيدنا، عاملين احتياطاتنا اللازمة. يا سبحان الله، يا سبحان الله، سدوني يا وادم، أنا شايف إنه هالمصيبة اللي اجتنا نعمة، إنه هالمصيبة لمت ووحدت وجمعت كل أهالي الضيعة بجنازة. عمركم شفتوا أهالي ضيعتنا مجموعين وملمومين على بعضهم ولو بعرس مثلا؟ بدران، أميرة عم تطلب، روح جيب الدايم أسعد ثورة تخلقها من تحت الأرض. جاكم الخبر السعيد، شفتوا؟ الله كريم، مات حسام الدين وخطيبته، بس ربنا بده يبدل الحزن لفرح، بده يخلق الأمير الصغير. سبحانه بملكه، هيك الحياة يا جماعة، ناس بتخلق وناس بتموت. يا مسعد لوين بدك يعني قوم؟ مرت الآغا رح تولد، قومي معي وأكيد رح ترجع بذهب سلطانية. قومي معي يا مسعد. إلهي إلهي وإنت جاي من قلب أم معروفة بالليل، ما سيب مرت الآغا إلا مزم مزم ولك عضي عليها ما تسترينا وتكتي. قومي يا مسعد. يعني ضروري نخلق الشاي والغني بوقت واحد. أبو سيدة. طيب طيب عشان. طيب طولي بالك، أنا رح دور عليها. ناس ليش عابس؟ سيدي زعلان على ست الكل وعم بدعي لربي يهون عليها. عم تتوجه لربك بالدعاء وانت عابس يا حقير؟ رد وشك احسن ما افرد لك يا بهالصرماية. تكرم سيدي. نلعب من هون. نلعب. شوف يا بدران، عم تدعي علي وعلى مرتي وسكتتولا؟ كيف بتسكتولا؟ بكره اللي بيسوى واللي ما بيسوى بيتجرأ وبيتطاول علينا. يا سيدي حالة حزن، والمخلوقة رح تجن على ابنها. ليش هالحيوانة بتعرف الحزن؟ روح جيبها
روح جيبها حتى تتربى. بس يا سيدنا روح جيبها. شحطها من شعرها شحط بدون شفقه ولا رحمه. الحقيره عم تدعي على ست الكل يجيها مولود مسخ. لكن الحمد لله انه رب العالمين ما بيستجيب لدعاء هيك مخاليق. لك بدران عم تتساءل بينك وبين نفسك شو عرفني انه رب العالمين ما بيستجيب لدعاء هيك مخاليق؟ ما هيك كل عمرهم اهل الضيعة بدعوا لربهم يخلصهم مني. خلصهم شي؟ الله يمدلنا بعمرك يا سيدنا. روح جيب اروح. حاضر سيدي. شو جاي تعمل هون؟ أنا جاي شوف الدايق أم أسعد. أنت كذاب وواحد حرامي. لا يا أخي خدني بحلمك فهمان غلط. قدام الباب يا جماعة. حرام عليك ما مكانش إليها محروقة. ولك أنت ما دخلك نظف بيتك. أنا رايح معك. لوين بدك تروح؟ على قصر الباب. راح حب على إيدي ورجلي، راح أتذلل له كرمال عيون فهمي. رفيقة العمر اتركها لحالها تبكي. عمرها الكرامي ما تبقى، عمرها ما تكون. ولك الألم من خلقتي مش دمي. لك عبد الودود شو عامل ولك؟ طول عمرك يا مولانا، ما استعملت ولد. ما عمرتي انا بنفس الليله؟ شو من الله يا مولانا؟ مكتوب لك بالسعادة. ايه وشو كمان؟ مسكناه كان عم بتلصص عند السور. بدي الداية يا مولانا، عم دور على ام اسعد. لعنة الله عليك، جاي تاخذ الداية ام اسعد حتى تولد مرتك وتترك الاميرة بهالشدة لحالها؟ لا يا امير حاشا، لا والله، كنت بدي انتظرها. الهي ربي، إلهي رب، تقوم الأميرة بالسلامة عن صبي يكون فارس الفرسان. دعوة صالحة يا عبد الودود، نفدت بريشك. فينا نعمل يا خالصة؟ حاكمك ظالمك وبدنا بشو من تحرد يا حرقت أهلك يا بدنا. يا مخلوقة ربك، الله أمرنا بالصبر. اصبري يا خالصة، اصبري وأجرنا على الله. والصبر من وين؟ من وين؟ وبالصبر من ربك. أنا رح أطق، بهدلتني وشجعتني بالضيعة كلها. انتحرت مشان مين؟ مشان شب خاطب خطيبة ولسه ما تجوزوا. بدي اطلع لبرا حتى ما اسمع لوحدي. يا بنتي اسمعي عين، شوف الناس رح ياكلوا وشي. يا بنتي يا حبيبتي، وين تفكري عم تبكي من الآن؟ عم يبكي عليها. أنا كمان أموها وكنت حبها.
بعرضكم يا اهل مروان. عظمها رقيق وخاطرها مكسور، تجلدوني انا. سيدنا سيدنا الله يوفقك، الله يحميك، جاء الله والنبي تحكي عنها. خسيسة عم تدعي على مرتي تجيب لي مولود مسخ. خسيسة اسمع مني انا، انا الله بيحبك، راح يا رب بعتنا سيدنا يلي منحبه ولد مثل النبي يوسف. خير يا جماعة. كلنا مستبشرين يا مولانا. كل الخير على وش مولانا أمين الصغير. الله يحميه. ويورث أموالي، ما بدي بنت تجيب لي القهر والصهر وعالطلع والفوتي يسبني ويلعن فيني. يا عتوم حرام عليك، هاي نعمة من عند الله. تعال شوف سبحان اللي خلق مثل البدر، شوف شو حلوة. يا حلوة برها البنت مصيبة وشرشحة. قومي شوفي بنت برهوم كيف بهدلت أبوها، موتت حالة ورا خطيبة. قرب شوف قديش حلوة. سامة فرجوا كبير، ولدت عيشة، فوتي طمنيني شو جابت بسرعة يا عم مسعد. بشرين الله يبشرك بخير. احكي قولي شو بكي. لك احكي يا عم مسعد. لك شو صار لك احكي. شو بكي شو صار شو صار عيشة شو بكي ماتت. شو عم تحكي؟ والولد شو شو صار له؟ قولي ام اسعد. شيطان تاني مع الآغا. معقول يا عيشة؟ معقول معقول تسكين وتموتي؟ لمين تركتيني يا عيشة؟ هذا يوم الموت. معقول طول
عمرك كنت تقولي لي ما بتركك ولا بتتركني لآخر يوم بعمري؟ عايشي يا لطيف على هالليلة تقولي قايمة لقيامة. شو صاير بالضيعة؟ الآغا إجاه صبي وأنا إجاني بنت. طعمة الله يا عبتون، يمكن يكون الصبي مصيبة يتعجل بموت أبوه لحتى يورد. هذا الآغا يا خانم، تعرفي شو يعني آغا؟ منين بدها تجيه المصيبة؟ وشو رح نسميها؟ كلها شقفة بنت، شو ما بدك سميها؟ رح سميها سعاد. سميها مثل ما بدك، منيح الأسامي لا بتنباع ولا بتنشرها. يا ويلك يا عبد الودود، يا ويلك وسواد ليلك، شو هالمصيبة هاي؟ في مي المسكين دعت لربها يجي ابن الآغا مسخ، أجل مسخ لي أنا. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يا عبد الودود، شو قصة ام اسعد؟ عم تقول انه مرتك ماتت بعد ما ولدت شيطان؟ شو خرفت ام اسعد؟ شباب احكي لك كلمة، ليش كل هالخوف؟ عيشة ماتت يا برهوم وساكت، والشيطان جوا. شو عم تحكي؟ روح انت، روح روح شوفه يا برهوم.
الشياطين اللي ماشي على الأرض وما حدا شايفها. بزايد ابني أبرو شو عليه؟ شو عليه؟ ألف الحمد لله على السلامة يا شيخ عبد الهادي. الله يسلمك يا رب. الحقيقة شرفت بوقتك. اتركونا إذا بتريدوا. تفضل يا شيخ. يا رب. ولو يا شيخ عبد الهادي تقدمت. مالك بالعادي. إن سار عبدك أولا أو آخرا في ظل مجدك ما تعدى الواجب. فإذا تأخر كان إثرك خادما، وإن تقدم كان دونك حاجبة. الله 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 على كلام العلم والعلماء. هيا يا شيخ عبد الهادي، ربنا سبحانه وتعالى وهبك بكرم ولسان ولا السيف أحد منكم. قل لي يا شيخ، كيف شايف الطقس برا؟ ناس خايفة منه كتير، بحياتنا ما شفنا مثله. طمنا. الله يستر، أنا من وعيت على الدنيا ما شفت هيك طقس. فعلا الله يستر. الحقيقة أنا اليوم مبسوط كتير. أنا فرحتي ما لي عطية لحدا، لأني كنت فائد الأمل أنه يجيني مولود، لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وجاني الأمير الصغير. الحمد لله رب العالمين. تفضل يا شيخي، تفضل تفضل يا مبروك. لوين؟ بدك تروح ترقي لي الأمير الصغير وتدعي له؟ لا يا أمير. لا، ليش لا؟ أنت لازم تجيبه وأنت لازم تحمله. أنا؟ ليش؟ لأنه جنابك أكبر أمير وفال خير، ومن أول أيامه لازم يكون محمول الأمر. كلام مشايخ. وهلأ بما اروح وارجع بدك تشوف لي شو برجه وشو طالع. على عيني. عن اذنك. قل لي يا شيخ عبد الهادي، كيف بدي احمي؟ بايد وحده ولا بايدتين؟ يا سيدي بايد وحده بركه وبايدتين بركتين. الله يبارك فيك. معقولة صار كل هالشي وأنا عم بقوله؟ هيك عم يقولوا، وقال دفنوهم بأول الليل. مجنونة هالفتنة، ضيعت عمرها هدر. راحت وريحت. يا هدايات حرام عليكي، ادعي لها الله يرحمها ويعفي عنها. نسيتي؟ نسيتي كيف وقفت بطريقي؟ هي ما لزم، بدر الرضواني هو اللي حبها، ومثل ما بتعرفي هي ما جاوبت معه أبدا وما اهتمت فيه. مجنونة كانت بحبه لحسام الدين، وهذا كان أكبر دليل. بس شو؟ باقي جنانك أنت. أنا؟ تتصوري أني ممكن جن؟ مشاعرك تجاه بدر جنان، إذا استحكم فيك الجنان رح يخرب بيتي. بس أنا بحبه، خاصة بعد ما ماتت فتنان، صرت متمسكة فيه أكتر وأكتر. إذا بتحبيه بعدي عن طريقه، الأمير رح يشقفه 100 شقفة وما رح يخليه يصير عديله. قلتلك بحبه. لا، أنت بتحبي حالك، واللي بحب حاله بيبكي وحيد وبيموت وحيد. وينه الأمير المصعد ابن الأمير؟ وينه؟ راجع فيا. لوين؟ هذا الولد محظوظ كتير. تصوري بعد ما يخلق ساعتين بس بيوصل الشيخ عبد الهادي لحتى يرقيه ويلاقيه. انه للشيخ بتقول لك الاميره شايلت لك عجل ابن 3 سنين، خليك كتر دعوات. ما حدا بيقدر يرفض لك طلب يا مرت الامير ويا ام الامير الصغير. شو رح تسميه؟ الشيخ عبد الهادي رح يشوف برجه وطالعه وينقي له الاسم اللي بيناسبه كأمير.
شفت لي برجو يا شيخي؟ شو برجو؟ برج العقرب. ما فهمت شو يعني؟ برج العقرب كلمته كلمة وصاحب صولة وجولة وبيحب. شو بيحب؟ قل لي شو بيحب حتى أمن له إياه. بيحب النسوان. ومين ما بيحب النسوان يا شيخ؟ تفضل سمي بالله وسمعني الرقوة. تعا حبيبي تعا. بسم الله. تعا يا بابا تعا تعا يا قلبي تعا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم أسألك أن تصرف عنه جميع العاهات والآفات. أمين. وجميع الأمراض والأعراض والخطايا والذنوب والشك والكفر والنفاق والشقاق والضلالة والجهل وشماتة الأعداء وغلبة الرجال، إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. الله يبارك فيك ويزيدك يا شيخ الله الهادي. تعا حبيبي ما شاء الله. تعا حبيبي تعا تعا تعا. لا يا بابا لا. تفضل لزوم المعيشة يا شيخ. الله يسلم هالإيدين باليمن والبركة يا رب العالمين. سلاح إذا ما عندك خبر. صدقت يا أمير صدقت. هذا غضب. شو سبب الغضب؟ الناس ولا الزمن؟ الناس أهم من الزمن يا أمير. مصيبة مصيبة. شو منتظر لك رجب؟ امشي، ما بقى لنا شغل هون ابدا. مطرح ما بتكون النار اهرب وقول يا رب. يلا تحرك. شيطان على ارضي وانا ما عندي خبر. اقول لحالي منين هالغضب يلي حل علينا؟ وينو عبد الودود هلا؟ قاعد ببيته عم يندب حظه. ويلي مثل حكايته له حظ يندبه؟ بدران. نعم سيدي. عبد الودود قاعد ببيته عم يندب حظه، عرفان حاله شو عامل. بتروحوا بتجيبوه لهون فورا هو والشيطان ابنه. كل المصايب اللي نزلت على راسنا بسبب ابنه. يسلم هالتم يا اغا. معقول رب العالمين يكون رضيان علينا وفي شيطان على ارضنا؟ طبعا مو معقول يا سيدنا. بدران خلي عبد الودود يحمل الشيطان ابنه بنفسه. اوه كنت حملوه انتو. Thank you.
لكم بيت من الشعر، بالرغم من اني متاكد انه اكتركم ما راح يفهم معناه، لكن راح اقوله. الشعر بيقول: ان البلاء يطاق غير مضاعف، فاذا تضاعف فهو غير مطاق. واخيرا ولد الاغا الصغير. سبحان الذي خلقه على هالوش مثل فلقه القمر. الله يحرسه ويحميه على هالخلقه الرحمانيه. جابت مرتي بنت سبحان اللي خلقها مثل البدر. بينما شوفوا شجاب عبد الودود على قدوم ابنه نهار البير وقتل احلى شاب بضيعتنا، على قدوم ابنه الشيطان دخل جسم فتنات وخلاها تنتحر، على قدوم ابنه الدنيا قامت وقعدت قمحنا احترق، على قدوم ابنه ماتت امه هي والبطن اللي حمله، ومدري شو بده يصير فينا بعدين، الله اعلم. لازم ينقلع الشيطان وابوه. الشيطان لازم يموت. شو حامل بيدك يا عبد الودود؟ هذا ابني. اعترف شو حامل بيدك واستغفر ربك حتى ربنا سبحانه وتعالى يذهب البلاء عن هالعباد. شو حامل بيدك؟ الشيطان، الشيطان. عظيم يا عبد الودود، اتفق الجميع بأنه الشيطان لازم يموت. خدوا انت وقتلوه. لا، انت اللي بدك تقتله، لأنه ما حدا بيطفي النار إلا يلي شعلها. بإيدك بدك تقتله، اذبحه، ارميه بالبرية، طعميه لدياب، المهم تقتله وتزول الغمة عنا. عليك وعلى فتنة عروسة الضياع. عيشي أمان بين يديك يا خالصة، يدفنوها بكرة الصبح. أنا رايح، بعرف إمتى رح يرجع. رايح اقتل الشيطان.
شو ذنبي إذا بهواني وأنا محتارة؟